وهذا سائل يسأل يقول: هل يكفر من قال لأخيه المسلم يا كافر كفرا أكبر؟ وهل يجوز أن أسوق الحديث القدسي فيما معناه؟ نعم، لا يجوز أن تقول لأخيك المسلم يا كافر، لأن هذا يرجع عليك، أو تلعن أخاك المسلم لئلا يرجع عليك. إذا كان أخوك غير مستحق لما قلته فيه فإن هذا يرجع عليك ويكون عليك وعيد شديد. نعم. ويسأل يقول: هل يجوز أن أسوق الحديث القدسي بمعناه؟ لا بس، الحديث يساق بمعناه على خلاف بين العلماء، ولكن لا بأس إن شاء الله أن يساق الحديث القدسي وغير القدسي بمعنى، إنما القرآن هو الذي لا يقال بمعنى، لا بد يؤتى بلفظ القرآن. نعم.